ولا لازم نتوب؟ شوف والله أنا كانت في قلبي أعتزل يوم ما مات المرحوم، وقدام ما يموت المرحوم كان لو غيف تاعه هو تاع أنا نحبس لغنى، باسكو الحمد لله الله يرحمه ما كان خاصني والو معاه، ما كانش يشوف فيا إنسانة فنانة مغنية، كان يشوف فيا إنسانة اللي بغاها. هو الفن ما عنده ما يدير به، ما يسحقها في حتى حاجة. كان يسعفني على خاطر أنا مريت بظروف صعبة، متزوجة من قبل، كي متزوجة من قبل ما قعدتش ندير كونفيونس، راجل الأول زوج ثالث الرابع ما نديرش كونفيونس، بزاف نضعرت، قلت أنا ندير كونفيونس دير لهم الدار تبنيها وما لقري بدراهمهم ما لقري، بصح من بعد تخرج من ديك الدار وانت بولد ولا بنت ولا بقيت تلقى روحك لا دار لا تاويل لا افونير لا ديسيديت ندير تاويلي وحدي، باش لا ربي ما كتبش مع الرابع ولا الله يرحمه ويوسع عليه، هذا اللي دي اللي كانت في راسي نكون اموا انا وولادي حضنت عليهم. كيما الدجاجة تحضن على فلاليسها، كون او موا درت حاجه لولادي. التاويل اللي راكي دايره على حسابي، ما نقولكش عندي وعندي وعندي، مي على حسابي الحمد لله. احكي لي شويه. واش نحكي لك، راني ندير في مشروع طلبوا لي ربي صاي، راني ندير في مشروع ان شاء الله تفرحوا بيا. مشروع حلال ولا مشروع حرام؟ مشروع حلال، انا بعد ما اخرج من الحرام مش حرجع له تاني ابدا. بس بمصاري الحرام هذيك تبقى بيني وبين ربي سبحانه، باسكو انا قعدت 6 شهور في العده في الحلال واحد ما عطانيش 20 دورو، واحد ما جابليش تيبانه خبز لولادي ابار 3 تاع الناس. لو ما كنتيش مغنيه في هذا المجال وهذا الميدان، واش زعما تقدري ديري انت يا حاجه هكا؟ نخدم. واش تخدمي؟ بون انا درت بزاف لي دوموند قدام ما نغني، كنت بديت الفن تاعي ومن بعد بديت نكره، كل ما نتزوج نخلي هذيك عامين ما نوليش نرجعش لخدمتي. عندك ديبلوم تاع كوافوز؟ وي. ايوا نقول لك اختي هذا ما كانش على باله بيه. علاه ما تخبيناتنا شغل ما تسيش، ما جاتكش الفكره تاع نفتح صالون دو كوافور نطلع شويه دراهم حلال وي ونخطي هذا الوسموم؟ ما درت هذاك لو ديبلوم باش نردي ما باش ما تقولكش ما درتيش واش قلت لك انا. درت واش تقول لي هي، مي اختاريت واش نبغي انا الفن. ورده شارلومونت.